ما درسنا جسم الإنسان واعتبرنا إنه جسم الإنسان هو عبارة عن مفاعل حراري يتكون من مثل ما حكينا لب أو نواة، وكانت حرارته هي حرارة مركزية، وكانت درجة حرارته هي عبارة عن 37 درجة. وكان عندي الغلاف والذي يتكون من الجلد والأنسجة المحيطية، وحكينا إنه معظم التبادلات الحرارية بنسبة 90% بتتم عن طريق الجلد. عندنا أربع طرق لفقدان الحرارة واكتسابها، يعني المبادلات الحرارية مع الوسط بتتم عن طريق أربع طرق، رح ندرس كل طريقة على حدة. أول طريقة واللي هي الإشعاع. الإشعاع هو انتقال الحرارة بالأمواج الكهرطيسية، يعني انتقال الفوتونات بالإشعاع تحت الأحمر ووصوله إلينا، مثل الفوتونات اللي بتصدرها الشمس واللي هي عبارة عن فوتونات تحت الأحمر، ووصولها للأرض بنتم عن طريق ذلك شعورنا بالحرارة وشعورنا بالدفء. وإن معظم أو الفوتونات يعني الصادرة عن المدفأة أو عن الصوبية كمان هي عبارة عن فوتونات تحت أحمر تصل إلينا، واللي بيميز الإشعاع إنه الفوتونات تبعاته او الحرارة بتصل بدون وسط، يعني لا تحتاج الى وسط، يعني سواء كان عندي وسط تنتشر بيه هاي الفوتونات او ما كان عندي وسط مثل الخلاء او مثل يعني ما بتصل علينا الفوتونات من الشمس من خلال الفضاء، فهالفوتونات بتصل ما بتحتاج اي وسط، يعني بتنتشر. في حال كان عندي وسط تنتشر الفوتونات، وفي حال كان عندي خلاء كمان بتنتشر الفوتونات وبتنتشر من خلال الدفء والحرارة. معظم الحرارة تصل عن طريق الإشعاع، وهالشي طبيعي مثل ما بنعرف إنه الشمس هي مصدر حرارة الكرة الأرضية، ولولاها كان عندي تجمدت الكرة الأرضية وما كان عندي أي حياة، فمعظم الحرارة اللي بتصل إلنا فهي بتكون عن طريق الإشعاع. تصدر أجسامنا في درجة حرارة 20 طاقة إشعاع تحت الأحمر. إذا أنا بأخذ هاي الطاقة ال20 وبحولها، هي هاي وأنا بالسيليسيوس، إذا بحولها للكلفن بيطلع معايا 293 كلفن، ومن خلال قانون فين اللي كان لمدة ماكس ب تي تساوي 2.9 × 10 أس سالب 3، وبطلع الجواب راح يطلع معاي الفوتون بالمجال تحت الأحمر. ومن خلال هالشي بستنتج انه اجسامنا بدرجة الحرارة 20 درجة تصدر اشعاع تحت احمر. راح نبلش بخواص للاشعاع. اول خاصة بتحكي انه بتقول انه معدل الاشعاع يتناسب طردا مع مساحة السطح، وهالشي طبيعي، يعني اذا انت بتشوف صوبية كبيرة راح تكون درجة الحرارة اللي بتصدرها او الاشعاع الصادر عنها والإشعاع الحراري راح يكون أكبر من الصوبية الصغيرة. نفس الإشي المدفأة، وهالشي ناتج إنه معدل الإشعاع يتناسب طردا مع سطح الجسم. الخاصية الثانية تحكي إنه يتزايد معدل الإشعاع بسرعة مع ارتفاع درجة حرارة، وهالشي طبيعي وهالشي أخذناه يعني وصار يعني بنعرفه إنه التناسب ما بين معدل الإشعاع ودرجة الحرارة هو تناسب طردي للدرجة الرابعة. الخاصية الثالثة هي انه يعتمد معدل الاشعاع على طبيعة الجسم من خلال الاصدارية. هنا راح نعرف الاصدارية من خلال الاشعاع. الاصدارية من ناحية الاشعاع هي انه اني اجيب جسم له بصدر اشعاع له سطح معين ويصدر من خلاله اشعاع، وبجيب كمان سطح اسود كمان بصدر اشعاع له نفس السطح مع هذا الجسم اللي انا بدي ادرسه. يعني انا مثلا بجيب جسم مثلا مساحته لو نعتبر انه 1 متر، وجبت انا جسم اسود كمان مماثل له بنفس المساحة وبصدر هالاشعاع، فاني من خلال قياس معدل الإشعاع عند طول موجي معين مثل ما حكينا كنا سابقا بتعريف الإصدارية، ونسب معدل إشعاع الجسم على معدل إشعاع الجسم الأسود، فراح تطلع معايا هالإصدارية تبعية هالجسم، وراح أعرف إذا إنه هالجسم هو عبارة عن جسم أسود أم لا، من خلال إذا كانت عندي إصدارية 1 فهالجسم هو عبارة عن جسم أسود، إذا كانت أقل من 1 فالجسم رمادي، أما إذا كان عندي ما في إصدارية أو ما في معدل إشعاع بصدر من عندي من هالجسم فهالجسم هو ليس له إصدارية أو إصداريته معدومة. خلال هالشي من بعد ما شفنا التناسبات حطوا العلماء القانون اللي هو Q تساوي AE سيجما تي قوة 4. كيو هي التيار الحراري او معدل الاشعاع، واحدته بالواط،
ايه مساحة السطح مثل ما حكينا، اي هي الاصدارية، سيجما هي ثابت استيفان، وبلد مان اللي كنا ماخذينها واللي هي 5.67 ضرب 10 اس سالب 8، بدنا ننتبه على واحدتها لاليان النيوتيجي، واللي كانت واحدتها هي عبارة عن واحدة قانون استيفان بلتزمان هي واط على المتر مربع بالكلفن قوة 4، لأنه إجت أحد أسئلة الدورات واحدة تبعية شو كان اسمه بلانك تبع ثابت بلانك، فلربما أنه تجيكم على شكل سؤال دورة، فهيك احفظوها. نرجع لموضوعنا، عندنا قانون التيار الحراري قبل الاشتقاق هو دي كيو على دي تي. إذا هون رح ندرس الإشعاع والامتصاص، يعني رح نساوي تجربة من خلال نشوف التبادل الحراري ما بين الجسم والوسط المحيط به من خلال درجة الحرارة ومعدل الإشعاع. أول حالة إنه يكون عندي، أول شيء قبل ما نفوت بصلب التجربة، عندي جسم له درجة حرارة T والوسط درجة حرارته TS، ودرجة الحرارة باخذها بالدرجة الحرارة المطلقة أو بالكلفن. أول حالة لما يكون عندي درجة حرارة الجسم هي أكبر من درجة حرارة الوسط، فمعناته هون راح يكون عندي معدل تدفق، معدل إشعاع الجسم على الوسط المحيط أكبر من معدل إشعاع الوسط المحيط على الجسم. يعني الجسم الوسط كمان بيصدر اشعاع والجسم بيصدر اشعاع، فاني هون لما يكون عندي الجسم درجة حرارته اكبر راح يكون عندي معدل الاشعاع من الجسم الى الوسط المحيط اكبر من معدل اشعاع الوسط المحيط الى الجسم. مثل اني لما تكون عندي مثل اني لما تكون عندي مثلا فنجان قهوة ساويته بالجو بارد، فبعد شوي راح اشوف اني انه برد هالفنجان القهوة. لو ايش؟ لانه صار عندي تدفق اشعاع من الجسم او فنجان القهوة الى الوسط المحيط، راح يصير يفقد حرارة لانه تدفق الاشعاع من الوسط المحيط اقل من تدفق اشعاع الجسم. بالحالة الثانية لما يكون عندي تي تساوي تي اس، يعني عندي درجة حرارة الجسم هي نفس درجة حرارة الوسط المحيط به، يعني راح يكون عندي معدل تدفق الإشعاع من الجسم إلى الوسط المحيط نفسه معدل تدفق إشعاع من الوسط المحيط إلى الجسم. إذا معدل تدفق إشعاع من الوسط إلى الجسم هو نفسه من الجسم إلى الوسط المحيط به، يعني نقدر نسقطها على الحياة العملية. لما يكون عندي أني جو معتدل بالربيع أو بالخريف، فأني ما بشعر بدرجة حرارة. ليش؟ لأنه بيكون عندي معدل إشعاع من جسمي إلى الوسط المحيط نفسه معدل إشعاع من الوسط المحيط إلى جسمي، فأني ما بشعر لا بسخونة أو برودة بسبب تساوي معدل الإشعاع. الحالة الثالثة لما يكون عندي درجة حرارة الوسط المحيط أكبر من درجة حرارة الجسم، يعني بيكون هنا عندي إنه معدل تدفق الإشعاع من الوسط المحيط إلى الجسم أكبر من معدل تدفق الإشعاع من الجسم إلى الوسط المحيط، فراح يكون عندي هنا درجة حرارة، يعني مثل ما حكينا درجة حرارة الوسط المحيط أكبر من درجة حرارة الجسم، راح يصير عندي الغالب بتدفق الإشعاع والإشعاع الطاغي هو إشعاع الوسط المحيط إلى الجسم. مثل أني لما أطلع جنينة باردة من الثلاجة ومن الثلاجة وأحطها بغرفة بأيام الصيف، راح يصير عندي تسخن الجنينة بسبب إنه بصير عندي إشعاع إلى إشعاع بتدفق من الوسط المحيط على هاي الجنينة. من خلال شفنا هالثلاث حالات، يجوا العلماء حطوا القوانين انه معدل امتصاص الوسط هو كيو تساوي اي اي بسيجما تي اس قوى 4، مثل ما حكينا تي اس هي معدل، هي درجة حرارة الوسط. وعندي معدل امتصاص الجسم واللي هو اي اي سيجما تي قوى 4، تي هي مثل ما حكينا درجة حرارة الجسم. فأنا إذا بدي معدل الإشعاع الصافي، يعني بدي معدل الإشعاع الصافي الخارج من الجسم، باجي وبطرح درجة الحرارة الجسم أو معدل امتصاص الجسم من معدل امتصاص الوسط، وبشوف شو راح يطلع معي معدل الإشعاع الصافي. فهون أنا باخذ اي اي سيجما عامل مشترك، وبطلع عندي التي، بضل عندي تي قوى 4 ناقص تي
اس قوى 4. فأني من خلال هذا القانون بستطيع إني أحسب معدل الإشعاع الصافي وأشوف إنه قديه الجسم بيصدر إشعاع صافي مع المراعاة الوسط المحيط به. تطبيقات الإشعاع، الإشعاع له تطبيقات عديدة، منها تطبيق الحاضنة والخديج. الخديج أول شيء قبل ما نحكي عن التجربة، الخديج هو الطفل اللي بولد قبل ميعاده، يعني قبل ما يكتمل نموه بالشهر الثامن بالشهر السابع، فالخديج بيكون عندي أو الوليد مو مكتمل نموه، فأنا بحطه بحاضنة حتى يكتمل نموه. المهم الخديج أنا لما أحطه بهالحاضنة، إذا كانت عندي جدران هالحاضنة مثلا بتتفاعل مع الوسط المحيط، يعني هالجدران مباشرة بتتفاعل مع البيئة أو مع الجو المحيط بها، يعني الوسط الخارجي، وهالوسط الخارجي اللي عندي مثلا كان عندي جو الحرارة منخفضة، فراح تكون عندي جدران فراح تكون عند درجة حرارة جدران الحاضنة منخفضة، فراح يصير عندي معدل مثل ما حكينا انه راح يصير عندي تدفق اشعاع من الخديج او من جلد الخديج نحو جدران الحاضنه، وراح يصير عندي تدفق اشعاع من جدران الحاضنه الى الخديج. فمثل ما حكيت لما تكون اني درجه حراره الجدران الحاضنه منخفضه او قليله، راح يصير عندي معدل تدفق اشعاع الى الجدران اكبر من معدل تدفق الجدران نحو معدل تدفق اشعاع من الجدران الى الخديج، راح يكون عندي هاي اقل، وبالتالي راح يصير الخديج يفقد درجة حرارته تدريجيا، وحتى لو كان عندي الهواء بالغرفة دافئ. الهواء بالغرفة عندي دافئ هو هواء بالنسبة للحالة الطبيعية، أما إذا كان عندي هون جدران باردة فراح يصير عندي هون استهلاك بدرجة حرارة الخديج، وراح يظل عندي الهواء نفسه بدرجة سخونته نفسه، فراح يصير عندي فقدان تدريجي لدرجة الحرارة. فلهيك الحاضنات المتطورة صارت تقيس درجة حرارة جلد الخديج، ومن خلال هالشي تقوم بوضع درجة حرارة مناسبة، يعني لما تكون عندي جدران باردة راح تصير تنقص درجة حرارة الخديج، وهنا بصير عندي تنبيه مقياس الحرارة، وراح يصير يرفع بدرجة حرارة المنظم الحرارة أو الترموستات، أو راح يصير عندي ارتفاع بدرجة حرارة هواء الغرفة. كمان عندي من التطبيقات المهمة للإشعاع هو إشعاع جسم الإنسان. عندي جسم الإنسان لما اجي اني واقيس اصداريته عند الاطوال الموجيه ما بين 1 ميو متر ل 14 ميو متر، مثلا بنعرف انه جسم الانسان بيصدر اطوال موجيه، فلما اقيس اطوال موجيه تحت حمراء، لما اقيس عند الاطوال الموجيه من 1 ميو متر ل 14 ميو متر واقارنها باصدار جسم اسود عند نفس الاطوال الموجيه، راح تكون عندي اصداريه جسم الانسان بهذا المجال طول الموجي هي 0.98 زائد ناقص 0.01، وهالشيء تقريبا يعني من نقدر نقربه على الواحد، يعني جسم الإنسان هو تقريبا هو عبارة عن جسم أسود لكنه مائل للرمادية. ليش مائل للرمادية؟ لأنه هو مو واحد، هو أقل من واحد لكن قريب جدا إلى الواحد. إذا بتطبيق قانون استيفان وبالتزمان، بعد ما نطبق قانون استيفان وبالتزمان وراح ندخل السطح A، رح نحصل على الطاقة الكلية. أول شيء رح نعرف بمصطلحات القانون. W total هي الطاقة الكلية التي يصدرها الجسم، بتساوي عندي هي A بW. W هاي هي الكثافة الإجمالية لتدفق الأشعاع تبع الجسم الأسود اللي درسناها، واللي كان قانونها هو نفسه قانون استيفان وبالتزمان. فأني هنا قانون الطاقة الكلية التي يصدرها الجسم هي عبارة عن ABW. A هي مساحة السطح، مساحة السطح بW اللي هي كثافة تدفق الإشعاع، فصار عندي القانون هو A بسيجما بتي قوة 4، الواحدة هون عندي هي واط. كمان كيو لتوبنا درسناها كانت واحدتها واط. طيب هون بتسألني انه لويش هون الواحدة واط لحالها، لما انه هون عندي كثافة تدفق الاشعاع واللي كانت عندي هي واط على المتر مربع. هون عندي كانت مثل ما حكينا الدبليو هي واط على المتر مربع، وهون عندي بالبسط عندي الاي السطح واللي هي كمان متر مربع واحدتها، فاني لما اختصر متر مربع مع متر مربع بضل عندي بالبسط اللي هي الواط.
إذا أنا من خلال اختصار الواحدات طلعت معي دبليو توتال واحدتها وات بالمتر مربع. بلا طول سيرة إنه لما طلعنا هالقانون وجينا عوضنا جينا عوضنا المعطيات، أول إشي عوضنا مساحة سطح جسم الإنسان هالرقم للحفظ واللي هو 1.73 متر مربع. سيجما هي ثابت استيفان والتزمان، وكنا حاكين انه قد ايه قيمتها 5.67 ضرب 10 سالب 8. التي هي درجة الحرارة المطلقة. درجة الحرارة المطلقة هو راح اخذ درجة الحرارة المحيطية، ليش؟ لانه اني بقار باخذ تدفق الاشعاع والتبادلات اللي بتصير مع الوسط المحيط واللي كانت تصير من خلال الجلد، اي الحرارة المحيطية. ودرجة الحرارة المطلقة المحيطية هي 306 كلفن او 37 او 33 درجة سيليسيوس. بعد ما اضرب هاي الارقام على الآلة الحاسبة راح يطلع معاي 875 واط. بتتذكر اني كنت حاكي لك انه في رقم مهم لازم تبصمه واللي هو كان معدل الطاقة او استطاعة جسم الانسان في حالة الراحة، كانت عندي هي 100 واط. طيب هون صار عندي الرقم 875 واط، يعني عندي زيادة أكثر ب9 أضعاف. فما هاي الزيادة؟ يعني شو هاي الزيادة ناتجة عن شو؟ هاي الزيادة ناتجة إنه أنا اعتبرت الوسط المحيط بجسم الإنسان درجة حرارته صفر. فأني هون راح تصير عندي تدفق الإشعاع من الجسم إلى الوسط، لكن ما عنديش تدفق إشعاع من الوسط للجسم، فراح يصير عندي الجسم يزيد بالتفاعلات الاستقلابية، وراح يصير عندي الجسم يزيد بالتفاعلات الكيميائية عشان يولد الحرارة اللي بتحافظ على درجة حرارته. فراح يزيد عندي استطاعة 875 واط، لأنه هون صار كمان مو الجسم بس بحافظ على درجة حرارته، كمان صار يبعث على الوسط المحيط بيه. فلهيك كانت عندي هاي الزيادة في درجة الحرارة. إذا ومنه بيكون محصلة استطاعة الجسم، يعني بدي أحسب استطاعة الجسم، فلازم أنا كمان مثل ما حكينا إنه ناخذ المعدل إشعاع الجسم المحيط، لأنه هون لما ما أخذت المعدل إشعاع الجسم المحيط شفنا قد إيه طلعت معايا الاستطاعة. فأني لما أخذ معدل استطاعة الجسم كاملة مع الوسط معدل استطاعة الجسم، لما أخذ المحصلة تبعت استطاعة الجسم راح تكون عندي W total يساوي A B sigma تي قوة أربعة واللي هي درجة حرارة الجسم، تي اس قوة أربعة واللي هي كنا حكينا انه درجة حرارة المحيط. طيب كان عندنا هون حد واللي هو اي، وين رحت بيه؟ هذا الحد انا مثل ما حكيت لك انه انا هون معتبر جسم الانسان هو عبارة عن جسم اسود اصداريته تقريبا قلت انها هي عبارة عن واحد، فلهيك انا شلت الحد اللي هو اي. طيب اذا كان عندي هالجسم اللي بدرسه مو جسم اسود، فراح اني هون احط الحد اي، وراح تكون عندي الحسابات معقدة، وراح تصير عندي حسابات اعقد بكثير من هاي الحسابات. تطبيق، هالتطبيق هو التطبيق الوحيد المذكور بهذا الفصل، تطبيق يعني مهم نوعا ما بعتبره، وبعده ما اجاش بأسئلة دورات وما في اشي بمنع، يعني كله تطبيق عبارة عن سطر، وما باخذ منك يعني ما باخذ منك يعني اقل من دقيقة بالامتحان. لنفترض أن درجة حرارة الوسط الذي يحيط بجسم الإنسان هي 293 كلفن، يعني تي اس 293 كلفن. عندئذ محصلة استطاعته الشعاعية، يعني بدهم دبليو توتال. دبليو توتال مثل ما حكينا بنعوض بهذا القانون لويش؟ لأنهم بدهم المحصلة تبعت الاستطاعة الشعاعية، بده التفاعل الإنسان يعني معدل تدفق الإشعاع من الوسط مع الجسم، وبالتالي بدهم المعدل الصافي للاستطاعة الشعاعية. فهون عوضت أنا هذا القانون واللي هو A B سيجما T قوة 4 ناقص T S قوة 4. مثل ما حكيت لك انه بنحفظ شو اسمه سطح جسم الانسان، مساحة سطح جسم الانسان واللي كانت 1.73 متر مربع، وعندي هون ثابت ستيفان بلتسمان كنا حافظينه، ودرجة الحرارة المحيطية كمان كنت حاكي لك انه احفظها 306. فبعد ما أعوضها على الآلة الحاسبة طلعت معايا 137 واط. يعني الجسم العاري في درجة حرارة الغرفة لما يكون درجة حرارة الغرفة 20 درجة راح يعمل وينتج درجة حرارة صافية بمعدل 137 واط. وحتى لو كان درجة حرارة الهواء عالية مثل ما حكينا تبنا بالخديج انه كانت درجة حرارة الهواء المحيط به دافئ، لكن كان عندي فقدان بدرجة حرارة، وكان عندي
شو اسمه، كان عندي يعني ارتفاع بالاستطاعة وارتفاع في درجة الحرارة، يكون عندي يعني مثلا ارتفاع بالمتفاعلات الاستقلابية والتفاعلات الكيميائية مشان نعوض فقدان درجة الحرارة. تطبيقات عملية للإشعاع، بعد ما أخذنا التطبيقات اللي أخذناها اللي كنا حاكين عنها الحاضنات، كمان رح نرجع هون لتطبيق النوافذ. إذا كنت أنت عايش بمناخ قطبي، يعني عايش بمناخ قطبي وعندك نافذة حتى لو كنت مسكرها بس أنت رافع البرادي، فراح يصير عندك أنت مثلا هون أنت جالس مثلا أو قاعد قدامك هاي الشباك، راح تصير انت مثل ما حكينا عندك تدفق اشعاع من جسمك نحو النافذة، وراح كمان يصير تدفق اشعاع من النافذة نحو جسمك. فاذا كان عندي جو بارد راح يكون عندي هون تدفق اشعاع من النافذة قليل جدا او معدوم، فراح يصير جسمك هو اللي يبعث اشعاعات لعند النافذه، وراح يصير عندك فقدان درجه حراره. وحتى لو كان عندك المكيف او منظم الحراره شغال والهواء يعني معطيك انه هو درجه الحراره مناسبه، بس بسبب فقدان درجه حراره جسمك عن طريق الاشعاع راح تشعر بالبروده، ولانه النافذه هي عباره عن سطح عاتم بالنسبه للاشعاع تحت الاحمر، يعني يمتص الشعاع تحت الاحمر. ونفس الاشي الحاضنات مثل ما حكينا، لما يكون بيها نوافذ والجنين او عفوا الخديج او هالطفل هو قريب من النافذة او من الجدران، وحكينا انه الجدران باردة او كذا، فراح يصير عندي تدفق اشعاع من الجنين الى النافذة المحيطة به او الجدران المحيطة به، بالتالي راح يصير عندي فقدان بدرجة الحرارة. فهنا حيظلت فكرة واللي هم حاكينها، انه هنا حاكين انه بالحاضنات المتطورة بيقيسوا درجة حرارة الامعاء عن طريق الشرج، وكانوا حاكين بالفقرة اللي قبل انه نقيس درجة الحرارة عن طريق الجلد. فكل هون ما هي يعني ما هي فكرة متعارضة، انه كل حاضنة بتقيس درجة حرارة شكل حسب الحاضنة، يعني حسب نظام الحاضنة.